الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون، أيها الحفل الكريم، أحييكم ورحب بحضراتكم أجمل ترحيب. بداية أهني سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني على هذا الفوز بالشوطين الأولين والتوقيت الذي سجل مع سرابة ومع جساس. تهانينا للمضمرين على هذا الفوز المميز. أيها الإخوة المتابعون، على بركة الله تبدأ انطلاقة جديدة وتبدأ رحلة جديدة. شوطنا الثالث ينطلق على بركة الله، وهذه الأشواط المفتوحة، ونتابع الصدارة. نتابع الصدارة، هذه البكار من هجن أصحاب السمو الشيوخ، هذه شديدة على مقدمة الشوط على الصدارة لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن محمد آل ثاني سعيد بن محمد بن طفلة المري في المتابعة. تليها العنود على المركز الثاني لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني يديرها في عملية التضمير. سعيد بن راشد الزعبي المركز الثالث، وجود ندى على المركز الثالث لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. سالم بن عامر المدهوشي في المتابعة المركز الرابع، المركز الرابع، وجود سمحة على المركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع، تحمل الرقم اللي هي رابعة، رابعة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. علي بن فراج المري في المتابعة المركز الخامس. هناك من الجانب الآخر تجاوز لمصيحة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني علي بن فراج المري. هذه الأسماء، هذه الأسماء، وهذه المقدمة، هذه العنود على مقدمة الشوط، العنود، العنود على المقدمة وعلى الصدارة. شعار غني عن التعريف انطلق في هذا الصباح، أعلن حضوره، فاز بشوطين متتاليين، الشوطين الأولين فاز بهما هذا الشعار، وها هو يطمح في تحقيق نقطة ثالثة وهو الأقرب حتى هذه اللحظة. العنود، العنود انطلقت، العنود لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. سعيد بن راشد الزعبي الذي قدم الأسماء المميزة، قدم سرابة في الشوط الأول وهو يقدم العنود، العنود، العنود. أزف التهنئة، أزفها لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني على هذا الفوز وتسجيل الهاتريك في هذا الصباح. تهانينا، تهانينا على فوز العنود بالمركز الأول، وأهني المضمر سعيد بن راشد الزعبي على هذا الفوز. المركز الثاني، ندى على المركز الثاني لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. المركز الثالث، المركز الثالث، هذه رابعة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. المركز الرابع، المركز الرابع، هذه شديدة لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن محمد آل ثاني. المركز الخامس، وصلت في خامس المراكز سمحة الضيفة من دولة الإمارات العربية المتحدة بشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم. تهانينا، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. أهني المضمر سعيد بن راشد الزعبي، ولا ننسى الداعم الرسمي لهذا الشعار الكبير ومالك هذا الشعار سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، الذي يدعم هذا الشعار ويقدم هذا الشعار في هذا العالم الساحر. هذه العنود، هذا توقيتها الزمني، دقيقتين 55 14 جزء من الثانية. وهني سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. التهنئة تزف للمضمر سعيد بن راشد الزعبي الذي سجل نقطتين في هذا اليوم بعد تسجيل سرابة الشوط الرئيسي. تهانينا والناموس المركز الثاني. هذه ندى، دقيقتين 58 50 جزءا من الثانية. التهنئة تزف لمالك هذا الشعار سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني المضمر سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثالث، ثلاث دقائق وفاء وتماما بالإضافة إلى 38 جزء من الثانية. توقيت الرابعة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني.